وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي، نأمر كل الأشخاص المتواجدين في مشكي من أجل استخراج الذهب بمحافظة جيبوبو ولاية بوركو بالخروج نهائيا من هذه المنطقة، وذلك في خلال 24 ساعة ابتداء من يوم 14/8/2018 ميلادي. وإذا كان الأمر لم ينفذ في هذه المدة المقررة، فإن على قوات الأمن والدفاع باستعمال كل الوسائل اللازمة حتى يتم تنفيذ هذا القرار بالحرف، وإننا مصرون على تنفيذ هذا الأمر الذي لا جدال ولا نقاش فيه.